معايا على الخبر ده. يلا. حلمي فقد البوصلة، واحد تاني فكرة من قعر الإفة. ايه عنوان قاسي قوي جدا ده، وصديق. احنا اصدقاء. واحمد صديق. احمد مش بس صديق بمعنى صداقة. احمد انا من الناس اللي هو اللي بيلعب ادوار تانية، راهنت عليه لان هو النجم الكوميدي القادم. وعاجبني فيه ان هو عنده مخ وعقل يدير موهبة. طيب، وكنت اتمنى انه يروح في منطقة ابعد بس وصل للقعر. يعني لا، مش كلمة قعر الأفة ده تعبير. بس تعبير قاسي. ما اعتقدش انه قاسي قوي، يعني بيعدي في مصر. في فكرة من قعر الأفة، يعني من التراث، من الحاجات التقليدية اللي عندنا، هي دي قعر الأفة. انت شفته كده، شفت العمل كده، شفت الفيلم كده، بس كلمة ما هياش يعني مفيش فيها لا سب ولا قذف ولا بتاع، لكن عبرت عن الفكرة ربما بقدر من السخرية. لكن السخرية مباحة. انا شفت كده مقصودة. طبعا، عشان توصل توصل للقارئ. لازم عنوان طنان ورنان. وانت بتكتب في ذهنك، اصل المساله مش بس تكتب باعتبارك انك انت فاهم سينما، لا، تكتب لقارئ عايزه يقرا. فربما كلمه فكره من قعر الأفة ربما تكون بتوصل للمعنى اكتر. بس الفيلم حقق ايرادات كبيره. طبعا، بس ليست هي الاكبر بالنسبه لحلمي، وليست هي الاكبر في السينما حاليا. وانا لما يعني ده جمهور عيد وعادية، وحلمي محبوب جدا عند الأطفال، فقلت حتى الإيرادات هنا مقترنة بالحالة اللي عليها وقت العرض. بعد كده بتلاقي الدنيا بتخفض، الإيرادات بتخفض. مثلا انت عندك الفيل الأزرق الجزء الثاني جاب أكتر من 100 مليون. أوكي. وكانت سعر التذكرة أقل طبعا من دلوقتي، التذكرة زادت بنسبة 30%. ده ما وصلش للرقم ده، فبالتالي لا يزال ان هوش الرقم الاستثنائي. كويس. وانا براهن على حلمي ان هو قبل كده كان عمل خيال مياتة وبرده ما نجحش. حلمي وكان في حاجه اسمها صنعه في مصر وما نجحش. حلمي قادر على انه يستوعب حتى الاخطاء. وما عندوش مشاكل حتى في تقبل النقد. قلت لا فكره ولا خيال ولا وفي تكرار. انت عارفه الافيه كده، الافيه في تقزز اللي هو موضوع اللبوس. خلاص، دي منطقة ممكن بين الأصدقاء في قعدة خاصة نقولها ونضحك مرة. لما بالقعدة الخاصة يبقى دايرة أوسع، ما تكررهاش كتير. اتكررت كتير، يعني كان في لعب عليها كتير. أنا مش ضد إنها تتقال، عشان حتى الناس يقول لك إيه إنه في جنسي، ما هوش في جنسي، يعدي، بس مقزز. يعني فأنا اعتراضي عليه إنه مقزز مش إنه متجاوز، لا، تفرق كتير. تواصلت مع أحمد أو هو تواصل معاك؟ لا ما حصلش، ما صار في أي حاجة. لا أنا كلمته ولا هو كلمني، ولا إنه بتصور إنه الأمر مش محتاج لتوضيح منه أو مني. حسب شخصية حلمة تفتكر حيزعل من اللي كتبته حسب معرفته فيك؟ لا لا لا، ومعرفتك فيه؟ لا 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 لا، مش هيزعل. لأن أنا كاتب عمل عنه، أنا عامل عنه كتاب اسمه شفرة حلمي. شوفي، عملت له شفره. أوكي. انه عنده شفره في الكوميديا، قطعته فيا. فما فيش، يعني عايز اقول حلمي عارف ان انا يعني شايفه كويس ومنحاز له وبحبه وبراهن عليه. بس وقت في حاجه مش عاجبك هتكتب عليها؟ اكيد. قد ما يكون صديقك وصديقك. بقول لك، وده دليل. الدليل هو انه حلمي فعلا من الناس اللي انا، طب ما اقول لك حاجه، كريم عبد العزيز. وكريم نفس الحكاية، من الناس اللي أنا بحبهم على المستويين الشخصي والفني. عمل حاجة اسمها البعض لا يذهب للمأذون مرتين. نعم. فيلم وحش. الراجل ما زعلش، واحنا أصحاب، وأنا لغاية دلوقتي بشوف إنه نجم جان، يعني وفي كل المواصفات. على كل ده رأيك، بس ممكن رأي شخص آخر يختلف. يمكن طبعا في ناس تشوف العمل بديهي، في ناس حبته وحبته، وزي ما قلت لك قبل، لقى حضور وإقبال كتير كبير جماهير، وفي نقاد عذابهم، مش أطفال بس، في ناس. لا لا لا، ولا ده عمره ما بيخليني أحس. بس أنا فوجئت إنه المقال بتحول الى ماده في احد على القناه العربيه اظن، وسالوني. يعني انت مثير للجدل الصراحه. حسنا، يعني شفت المقال عادي، يعني مقال عادي جدا. مقال عادي ما فيهوش حاجه. يمكن احنا وصلنا برضو لزمن الناس بقت بتداري شويه الحقائق. يعني ما انا مش عايز اقول، لو في حاجه مش عاجباها بتقول بلاش اقولها في الوقت ده. بصي، وهطلع. بصي، انا مش عايز ادي لنفسي اكثر مما استحق، ان انا يعني الهيرو بقى اللي ايه ما بيخافش وبيقول لا لا لا. بس كل حكايه، بس اصلا بنعمل حسابات دلوقتي.
اي كلام بنقوله بنعمل حساباته. انت بعدك ماشي شوي بالسكه القديمه مثل ما بيقولوا او بالخط القديم، يعني اللي مش عاجبك هتكلم فيه. اصل ممكن واحد افرضي مثلا انا براهن ان حلمي مش هيزعل، افرضي طلع بيزعل. ما هو في احتمال اخر يكون صح كلامك صح. ان هو زي اي انسان بيزعل، وبالذات انه المقال كان مبكر جدا، اظن مثلا الفيلم اتعرض يوم الاحد ولا حاجه كده، لان انا فاكر ان انا حضرته في الوقفه يوم وقفه العيد. انت عارفه وقفه العيد اللي هو اخر يوم في رمضان بيبقى الوقفه، والسينمات بتستقبل الافلام من الوقفه. اوكي. فانا رحت السينما اللي جنب بيتنا وشفته، ومثلا قولي المقال نزل بقى بعدها ب 48 ساعه بالكتير. فربما كان المقال مبكر قوي كمان. يعني يمكن حتى التوقيت ممكن يبقى قاسي. صح، يعني لسه الناس ما شافتش الفيلم وكأنك بتحبط له الاطلاع. ورغم ذلك افرضي ثبت انه حلمي زعل ولا زال زعلان، يعني ساعتها هقول يعني انه لا، يعني مش ده حلمي اللي انا اعرفه، حلمي اللي انا متخيله انه لا ما عندوش مشكله، حتى لو اختلف في النقد، يعني لو اختلف في رايي هو مؤكد عارف ان انا بعمل ده عن قناعه مش لان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. ده الكلام النظري، عملي عملي بقى نشوف.